مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافيه. اليوم بدنا نعمل مع بعض حلو كتير، طيبه ورائعه وبسيطه وبمكونات موجوده بالبيت من الحليب والاناناس. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الحليب بالطنجره. عم بعملكم حلويات كتير سهله وبسيطه وبمكونات موجوده بكل البيت. بسم الله. بحط ملعقه طحين، ملعقة طعام، سكر. بخلطهم منيح مع بعض على الغاز ليشتد عنا الخليط. حركة تحريك مستمر. أنا عم بعمل كمية كتير كتير بسيطة، انتو إذا بتحبوا ضعفوا الكمية. بلش يشتد عنا الخليط، بستمر بالتحريك. بصر عنا الخليط بهيدا القوام. هلا بطفي الغاز. كمان بحط فوقهم هنو سخنين نص ملعقة صغيرة زبدة. الزبدة بتعطي نكهة كتير رائعة وطيبة. بخلطهم منيح مع بعض لتذوب الزبدة أكيد. بس دابت عنا الزبدة، هلا بحطهم على جنب. كمان زينت كيك وبقي عندي هيدولي، قصيتهم من وجه الكيك. بحطهم بقلب الأكواب أو أي كيك متوفر عندكم فيكن تستعملوا. بحطهم بأرض الكوب بهيدا الشكل. كمان بحط هوني. بعد ما حطيت الكيك بالكوب بسقيهم بمية الأناناس، عصير الأناناس. شي بسيط. كمان نفس الشي، العصير اللي بالتنكي بسقي فيه الكيك بهيدي الطريقة. هلأ بحط الخليط اللي عملته أنا وياكم. كمان عندي أناناس. شو بعمل بالأناناس؟ بقطع قطع صغيرة وبحطهم بقلب المهلبية. إذا بدكم في طريقة تانية بتقطعوا الأناناس وبتحطوها فوق المهلبية هي وبالطنجرة. هلا بدنا نحط بس شكل منظر على الوجه، بيعطي شكل كتير روعة. هيدا الشكل النهائي. بنحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.